أخونا يسأل ويقول هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين وهناك كتاب عنوانه اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية هل اللا مذهبية بدعة وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلامي ما هو رأيكم فيما سبق جزاكم الله خيرا والكتابان اللذين ذكرتهما لعالم كبير المذهبية ليست لازمة ومن قال إن يلزم الناس أن يتمذهبوا مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح أن المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين فليست لازمة لأحد إنما هي أقوال العلماء اشتهروا ودونت أقوالهم فاشتهرت المذاهب فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جنس الثوري من جنس الأوزاعي من جنس إسحاق بن راهوية فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو أوزاعي أو غيرهم فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة ولكن ننظر في مسائل الخلاف فمن وافق الحق من أقوالهم أخذناه وما خالفه تركناه وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما خالفه ما تركناه وقول من قال لا مذهبية هذا إن أراد أن لا يجب تمذهب وليس بلازم هو صحيح وإن أراد أن لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح يجوز أن ينتسب الإنسان طيب. إلى أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا لأنه نشا على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحوها لا بأس أن ينتسب طيب. الانتساب لا يضر إنما المهم أن لا يقلد ويتعصب من متى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه لا يجوز التعصب والتقليد الأعمى فإذا أراد من قال ألا مذهبية فأراد أن ألا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه أهل العلم ولا وجه له إن المنكر التعصب لزيد أو عمرو ولو قال خطأ طيب. والتقليد الأعمى الذي لا ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع وأما كون ينتسب للمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان